السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام، أهلا بكم في فيديو جديد اليوم مع تجهيز الأجزاء قبل عملية الكربنة استعدادا للكربنة، وهي خطوة أساسية لضمان جودة المنتج النهائي وكفاءة العملية. يتضمن تحضير الأجزاء قبل عملية الكربنة إزالة الملوثات والعناية بالمكونات التي تتعرض لدرجات الحرارة المرتفعة 950-980 درجة مئوية داخل فرن الكربنة. وعندنا عدة خطوات لتحضير الأجزاء هذه قبل عملية الكربنة. أولها التنظيف الشامل، يجب تنظيف الأجزاء والصواني والهياكل الداعمة تماما قبل إدخالها إلى فرن الكربنة، وغالبا ما تغسل الأجزاء في محلول قلوي ساخن لإزالة الزيوت والشحوم، أو ممكن نستخدم مذيبات عضوية، ودي طريقة تانية لعملية الديجريزنج إزالة الزيوت والشحوم. وبعد العملية دي ممكن نعمل سفح بالرمل، السفح الرملي أو الميكانيكي لإزالة الصدأ والطبقات السطحية. لازم نخلي سطح الشغل نظيف علشان ما يكونش فيه حاجة على السطح تمنع دخول الكربون أو السيانيد أثناء عملية الكربنة. النقطة التانية التسخين في جو مؤكسد، وده نقطة اختيارية. بعض المستخدمين يقومون بتسخين الأجزاء المغسولة والهياكل في جو مؤكسد عند درجة حرارة 400 درجة مئوية قبل الكربنة. هذا الإجراء يهدف إلى إزالة بقايا الملوثات العضوية. النقطة الثالثة إزالة الطبقات المؤكسدة. الطبقات المؤكسدة الرقيقة مثل تلك التي تتكون عند درجات حرارة أقل من 500 درجة مئوية يتم اختزالها بواسطة جو الكربنة. أما الطبقات المؤكسدة السميكة مثل قشور التشكيل بالطر يتم اختزالها لتكوين رقائق حديد غير متماسكة على سطح الأجزاء. طب إذا لم يتم تحضير المنتجات تحضيرا كافيا ينتج عن هذا مخاطر، منها تأثير بقايا محاليل التنظيف القلوية. يمكن أن تترك المحاليل القلوية رواسب على الأجزاء خاصة التي تحتوي على السيليكات، مما يؤدي إلى كربنة غير منتظمة أو ظهور بقع غير مرغوب فيها على السطح. تؤثر هذه الرواسب أيضا سلبا على عمر سبائك الأفران المقاومة للحرارة. النقطة الثانية من المخاطر تأثير الأملاح والمواد المتبقية. يبقى النقطة الأولى تأثير بقايا محاليل التنظيف القلوية. النقطة الثانية تأثير الأملاح والمواد المتبقية. أملاح التبريد المتبقية على الصواني والهياكل قد تتسبب في تلف مكونات الفرن زي الأضبان المصنوعة من كربيد السيليكون في أفران الدفء. أيضا الرواسب التي تحتوي على الكلور أو الكبريت تطلق غازات تتفاعل مع الطوب الحراري للفرن وتتفاعل مع الأغشية المؤكسدة الواقية على سبائك الهياكل المقاومة للحرارة، وأيضا ممكن تتفاعل حتى مع الحمولة نفسها أو المشغولات داخل الفرن. يبقى في نهاية هذه المعلومة السريعة نستنتج أن التنظيف الجيد وتحضير الأجزاء بشكل صحيح قبل الكربنة أمر حيوي ومهم وضروري لتجنب العيوب السطحية وتحسين جودة الكربنة والحفاظ على عمر مكونات الفرن. هذه الخطوات لا تقل أهمية عن العملية نفسها، عملية الكربنة، وتؤثر بشكل مباشر على التكلفة النهائية وكفاءة الإنتاج. أيضا قبل ما ندخل الشغل الفرن نفحصها فحص من أي عيوب بها، فحص بصري أو اختبار الجسيمات المغناطيسية Magnetic Particle Inspection، أو نستخدم الفحص بالموجات فوق الصوتية التراسونيك تيستينج. بعد كده نعمل بريهيتينج للشغلة، تسخين مبدئي، ونحدد ليها وسط التبريد اللي هنستخدمه مية ولا زيت ولا هواء ولا ملح منصهر بعد عملية الكربنة علشان تنجح العملية وتدينا شغلة بخواص مناسبة زي ما احنا عايزين. ده كان فيديو سريع، اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو اللي تعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.